الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إن تنصروا الله ينصركم. صدق الله العلي العظيم. مرة أخرى موضوع المراحل والدرجات والمراتب هذا الموضوع البديهي عند الناس الواضح فيما يرتبط بالأمور الدنيوية. توجد في الدنيا مراحل، مراتب، درجات، الصف الأول ثم الصف الثاني ثم الصف الثالث وهكذا. الذي يدرس في الصف الأول لا يحضر في الصف الخامس، لا يستوعب، لا يتمكن أن يستوعب ما يدرس في الصف الخامس. موظف عادي في شركة كبيرة لا يذهب إلى رئيس الشركة، يذهب إلى مسؤوله. المسؤول يذهب إلى مسؤول أكبر من ذاك، يذهب إلى المدير وهكذا. هذه القضية في الأمور الدنيوية من البديهيات،
من أوضح الواضحات. ولكن البعض بل الكثير، لعلي أقول بل الأكثر، هذه المعادلة الواضحة البديهية في الأمور الدنيوية لا يستوعبها لعله أكثر الناس فيما يرتبط بالأمور الأخروية، فيما يرتبط بالأمور المعنوية. هذا التدرج لا نستوعبه بعضنا أو كثير منا. الإنسان يريد في الأمور المعنوية، في الأمور الأخروية، يقفز، وهذا ينبئ عن عدم معرفة الشخص بحدوده، بمكانته. أصحاب الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام جوانب عظمتهم لا تحصى. هؤلاء الاستثنائيون في تاريخ البشر، لماذا أصبحوا استثنائيين؟ لكثير من العوامل. إحدى هذه العوامل التي جعلت من هؤلاء عظماء لا نظير لهم في التاريخ، إحدى الأسباب أنهم كانوا يعرفون حدودهم. الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام نصر دين الله عز وجل. أنا أيضا أريد أن أنصر دين الله عز وجل، أتمكن؟ أنا بحجم هذه المسؤولية؟ أتمكن أنا أن أزيل جبلا؟ كلا. نصرة دين الله أصعب وأصعب وأصعب من إزالة جبال. أنا أنصر دين الله. الذي ينصر دين الله هو سيد الشهداء. من أنت؟ في زيارتين للمولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، في زيارة نقرأ بذل، بالنسبة للإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، بذل مهجته فيك. هذا عن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. في زيارة أخرى لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ماذا نقرأ؟ نقرأ الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. أصحاب الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ما نصروا دين الله ولا فكروا في نصرة دين الله، نصروا سيد الشهداء الذي هو ينصر دين الله. هم كانوا يعرفون أنهم ليسوا بمقدار مسؤولية نصرة دين الله. من أنا أتمكن أن أنصر دين الله؟ سيد الشهداء ينصر دين الله، أنا أنصر الإمام الحسين لأنه ناصر لدين الله. ما فكروا أن يبذلوا مهجهم في دين، فيما يرتبط بدين الله، لا، بذلوا مهجهم دون الحسين. الذي يريد أن ينصر هو الإمام الحسين، هو بمقدار هذه المسؤولية يتمكن أن يؤدي هذا الدور وأعظم من هذا الدور. فهؤلاء، لأن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ناصر لدين الله، هم نصروه. كل تفكيرهم في نصرة دين الله، لا، تفكيرهم في نصرة هذا الشخص الذي ينصر دين الله. في يوم عاشوراء، في ليلة عاشوراء، كلماتهم تنبئ عن هذا المعنى.
ماذا قالوا للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ليلة عاشوراء؟ كل كلماتهم نصرة لك، أنت فيك قوى تتمكن أن تنصر دين الله، فواجب علي أن أنصرك أنت. في نصرتك، يسأل القاسم عليه السلام كيف رأيت تجد الموت، مضمون الحديث، يقول في نصرتك أو فيك أحلى من العسل. القاسم بن الحسن عليه السلام عليه الصلاة والسلام لا يفكر في نصرة دين الله، يفكر في نصرة الإمام الحسين. أصحاب سيد الشهداء كلهم هكذا كانوا، كانوا يعرفون حدودهم. هذا رافع راية، أنا أنصره لا أكثر من ذلك. عبد الله بن الزبير لو أحسن الظن به ولا نحسن الظن به، ولا نحسن الظن به، لو نسينا ما فعل في الجمل وغير الجمل، لو فرضنا، عبد الله بن الزبير ما كان يدرك هذه المعادلة، ما كان يفهم. أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كانوا يدركون. عبد الله بن الزبير ماذا صنع؟ عبد الله بن الزبير أيضا كان ضد يزيد عليه لعائن الله تترى أبد الآبدين، أيضا كان ضد يزيد، ولكن هذه المعادلة ما كان يفهمها. لو أحسن الظن به طبعا، ولا نحسن الظن به، هذه المعادلة ما كان يدركها. كان يريد أن يقف أمام يزيد عليه لعائن الله بوحده مستقلا عن الذي يتمكن أن يؤدي الدور، الذي يتمكن أن يؤدي الدور هو سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، لا أنت. إن كان يفهم كان يأتي إلى نصرة المولى سيد الشهداء، هذا الذي يتمكن أن يقف أمام يزيد وأمام مليون مثل يزيد وأمام كل يزيد في التاريخ، يعني كل ظالم قصدي، ويتمكن أن يؤدي الدور. قف له، لو كان فاهما ولو كان صادقا كان يأتي يقف لسيد الشهداء كما وقف أصحاب الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام للإمام. طبعا لا قياس بينه وبين أصحاب سيد الشهداء، لا يقاس بالظفر في رجل أحدهم، ولكن أقول لو هذا شخص ذاك أيضا شخص، عبد الله ابن الزبير ضد يزيد عليه لعائن الله، حبيب بن مظاهر أيضا ضد يزيد عليه لعائن الله، ولكن حبيب يفهم يدرك أن واجبه نصرة من ينصر دين الله، نصرة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فقط يفكر في نصرة سيد الشهداء، لا يفكر في شيء آخر. هذه المعادلة اليوم أيضا موجودة، بعضنا يرى نفسه أكبر من حجمه في العمل، أنت لا تتمكن أن تغير هذا الفساد، أنت لا تتمكن أن تقف مدافعا عن اسم الإمام الحسين، أن تقف مدافعا عن الشعائر الحسينية المقدسة. يا أخي شخص رافع راية قف معه، لا أنا مستقلا أريد أن أعمل. قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ كل واحد رأس، هذا غلط. الصحيح أن هذه الجهود تجتمع في شجرة، هذه الشجرة ترتفع تبسط أغصانها تثمر مئات الثمرات،
لها فوائد أخرى من الظل وغيره، لا أن يصبح كل مثل مزرعة البصل، كل واحد رأس. هذه الطريقة التي بعضنا يفكر بها، هذه الطريقة طريقة لا أريد أن أقيس، حاشا أن أقيس المؤمنين بأمثال ابن الزبير، أما طريقة تفكير ابن الزبير لو كانت نيته نية حسنة، لو كانت وليست حسنة، طريقة خاطئة في التفكير. يلزم أن أعرف حدودي في العمل، أتمكن أن أؤدي هذا الواجب أم لا؟ نتعلم من أصحاب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. الآن أتمكن أن أنصر شخصا هو رافع راية في الدفاع عن اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، أنصر هذا الشخص لأنه ينصر اسم سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، لأنه ينصر امتدادية نهضة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، ينصر بمقداره، بمقدار ما يتمكن. إن كان الإنسان هكذا، إخواني لاحظوا، هناك كلمة نعرفها نسمعها كثيرا، في سبيل الله، هذه الكلمة يلزم أن نستوعبها، في سبيل الله، طريق، هناك طريق طويل، عادة السبيل طريق طويل، عادة طريق طويل، هذا الطريق الطويل فيه مراحل ومراحل، أنا في أي مرحلة؟ المهم أن الإنسان يكون في سبيل الله، في طريق معين، هذا الطريق يؤدي إلى الله. أما أن أكون هناك، لا، أعرف حجمي، أنا وضعي هنا، أنا الصف الأول، أنا الصف الثاني، أنا الصف الثالث، في هذا الطريق أنا أين محلي؟ أعرف محلي. وإلا عدو يهجم بلد قوي، حكومة قوية تهجم على بلدي، كل واحد منا يريد أن يقاتل بطريقة من زاوية معينة، غلط، يلزم أن ننضوي كلنا تحت راية واحدة ندافع عن بلدنا حتى نتمكن أن ندافع، ولا لا يصبح الدفاع تاما، الدفاع يصبح ناقصا، الدفاع لا يتم، العدو يتمكن. إذا الإنسان فهم هذه المعادلة، عرف هذه المعادلة، الله سبحانه وتعالى يسمه بوسام كبير، يعتبره ناصرا لدين الله. هو ما فكر في نصرة دين الله، فكر في نصرة الإمام الحسين الذي ينصر دين الله، ولكن هذا الناصر لسيد الشهداء الله يعتبره ناصرا لدينه، لا، الله يعتبره ناصرا له. في القرآن الكريم إن تنصروا الله ينصركم، الله يعتبر هذا الشخص ناصرا لله. امشي عدل، اعرف قدرك، اعرف أين مقامك، أين مقامك، عند ذلك الله سبحانه وتعالى يرفعك، يسمك بوسام ناصر دين الله فقط، لا، ناصر الله، إن تنصر الله. أما بدون هذه المعرفة، أرأيت مزرعة البصل؟ لا، الطريقة خاطئة. أقرأ لكم رواية شريفة، هذه الرواية الشريفة تروى عن الإمام أبي عبد الله الصادق عن أبيه عن جده علي بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين، قال: مر موسى بن عمران برجل وهو رافع يده إلى السماء يدعو الله،
فانطلق موسى في حاجته، فبات 7 أيام ثم رجع إليه وهو رافع يده إلى السماء بعد يدعو، فقال: يا رب، هذا عبدك رافع يديه إليك يسألك حاجته ويسألك المغفرة منذ 7 أيام لا تستجيب له؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأوحى الله إليه: يا موسى، لو دعاني حتى تسقط يداه أو ينقطع لسانه ما استجبت له. ليش؟ لماذا؟ حتى يأتيني من الباب الذي أمرته، من غير البوابة يدخل، طبعا لا يصل، كل شيء له بوابة، ادخل من البوابة. اليوم ذكرى ميلاد العظيم العظيم الذي يليق به رداء العظمة، الفريد الذي لم يخلق الله سبحانه وتعالى له نظيرا. السلام عليك يا وتر الله، يعني فريد الله. ميلاد سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. في مثل هذا اليوم ماذا حدث؟ أقرأ لكم مقطعا من رواية شريفة. هذه الرواية الشريفة رواية مفصلة نقلها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب كمال الدين وتمام النعمة صفحة 282. في مقطع من هذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله الحديث الشريف، يقول صلى الله عليه وآله في مقطع من هذا الحديث: لما ولد الحسين ابن علي عليهما الصلاة والسلام، وكان مولده عشية الخميس ليلة الجمعة، ما الذي حدث؟ الله عز وجل أصدر أوامر، ضمن الأشياء 5 أوامر مرسوم، ليس مرسوما رئاسيا، مرسوما ملكيا، مرسوما رئاسيا، مرسوما أميريا، لا، مرسوم إلهي. خمسة أوامر. لما ولد الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام، وكان مولده عشية الخميس ليلة الجمعة، أوحى الله، أولا الأمر الأول، أوحى الله عز وجل إلى مالك خازن النار أن أخمد النيران على أهلها لكرامة مولود ولد لمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حقا العبارة عجيبة، أخمد، أخمد النيران في يوم ولد سيد الشهداء. ثانيا، وأوحى يعني أوحى الله عز وجل، وأوحى إلى رضوان خازن الجنان أن زخرف الجنان وطيبها لكرامة مولود ولد لمحمد. اللهم صل على محمد. أيضا العبارة عجيبة، زخرف الجنان، طيب الجنان،
يوجد أطيب من ريحة الجنة؟ توجد زخرفة أعظم من زخرفة الجنة؟ لا، زخرف. ثالثا، وأوحى الله تبارك وتعالى إلى الحور العين أن تزينا وتزاورنا لكرامة مولود ولد لمحمد. طبعا تعلمون الجنة والحور العين أساسا هي مخلوقة من نور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رابعا، وأوحى الله عز وجل إلى الملائكة. الملائكة جمع محلى بأل يفيد العموم، يعني كل الملائكة. وأوحى الله عز وجل إلى الملائكة أن قوموا صفوفا بالتسبيح والتحميد والتمجيد والتكبير لكرامة مولود ولد لمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا رابعا. الأمر الخامس، مرسوم إلهي خامس، هذه المرة موجه إلى سيد الملائكة جبرائيل عليه السلام. وأوحى الله تبارك وتعالى إلى جبرائيل عليه السلام أن اهبط إلى نبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في 1000 قبيل والقبيل 1000000 من الملائكة. كل قبيل 1000000 يعني مليون، في 1000 قبيل يعني مليار من الملائكة. على خيول بلق مسرجة ملجمة، ليست الملائكة فقط تنزل، هي الملائكة نزولها نزول ملك واحد. أنتم تصوروا أنه ينزل ملك الآن هنا، كم هو عظيم، ملك واحد. نتمكن أن نتصور مليار ملك ينزل؟ أصلا نتمكن مليار بشر لا نتصورهم، مليار ورقة لا نتصورها، مليار عدد جدا كبير، مليار ملك. وليست تنزل هكذا، تنزل بأبهة على خيول بلق مسرجة ملجمة عليها قباب الدر والياقوت، ومعهم ملائكة يقال لهم الروحانيون، بأيديهم أطباق من نور. انزل، هذا العدد ينزل لماذا؟ أن هنئوا محمدا بمولوده. وأخبره يا جبرائيل، وأخبره يا جبرائيل أني قد سميته الحسين. اللهم صل على محمد. يوم مولد الحسين عليه الصلاة والسلام. أبارك لكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات ولجميع خلائق الله عز وجل، خاصة لسيدنا ومولانا حجة الله على الخلائق بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر من آل محمد. الصغير حدوده صغيرة، الكبير حدوده كبيرة، البشر حدودهم صغيرة لأن البشر صغار، الملائكة حدودها كبيرة لأنها عظام لأنها كبار. فطرس حسب بعض الروايات الشريفة
كان من القمة، ليس ملكا عاديا، في عالم الملائكة كان مميزا، كان بدرجة عالية. طبعا حدوده أيضا كبيرة فطرس، في بعض الروايات الشريفة اسمه دردائيل. فطرس حصلت له مشكلة على مر الأيام والسنوات، هذه المشكلة بقيت 700 سنة، بقيت هذه المشكلة له. هذا العظيم الذي حدوده عظيمة، الذي حوائجه عظيمة، مطلبه مطلب كبير حسب ما ذكر، لعله في بعض الروايات الشريفة كانت له صداقة حميمة مع جبرائيل، لعله جبرائيل ما تمكن أن يصنع له شيئا، لعله أقول. فطرس جاء فقط مسح نفسه بمهد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. قضيت حاجته، أخذ مكانته، رجع. لمهدك آيات ظهرنا لفطرسي، هذه آيات وآيات، نحن نسمع كلمة منها، حوائجنا صغيرة، نحن حدودنا صغيرة، حوائجنا أيضا صغيرة. مهد الإمام الحسين هكذا يصنع معجزة، حوائجنا صعبة عليهم، لا على خدامهم، على عبيدهم، ليست صعبة. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا المولى العظيم، بهذا اليوم العظيم، ببركة اسمه الشريف الحسين، بمكانته عنده، بحب الله له وبحبه لله عز وجل، أول حاجاتنا نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الحسين أن يعجل فرج مهدي آل محمد. وأن يغفر به ذنوبنا، وأن يقضي به حوائجنا، وأن يكشف به همومنا وغمومنا، وأن ينصرنا به على أعدائنا. اللهم بحق الإمام الحسين اجعلنا من خيرة خدامه وعبيده. اللهم بحق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة، ارزقنا في الدنيا زيارته، وفي الدنيا والآخرة شفاعته، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.